مباشرة معكم من فرنس مولي عبد الله، واحد الشابة في مقهى الشيشة ضربات. يعني واحد الشابة ضربت واحد من ودنه الشابة خرجت من مقهى الشيشة في فرنس مولي عبد الله وضربت واحد من ودنه الكاس. يعني شيء خطير التي وقع مقاهي الشيشة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، هذه اللحظات تتم نقل الشاب إلى المستعجلات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، يعني مباشرة معكم الفرنس مولي عبد الله. يعني واحد الشاب ضربت واحد الشخص الأذن ديالو بكاس ديال أتاي صغير. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم الفرنس مولي عبد الله. هذه اللحظات كده الشابة خرجت من مقهى الشيشة وضربت واحد الشخص الأذن ديالو. يعني فيه ضربة كبيرة في وجهو، لاحظت كتم النقل ديالو. توقع خطير، يعني خاص المسؤولين يدخلوا. هادشي توقع خطير بزاف. مشاهدينا الكرام، اعتداء على شاب كاس ديال اتاي صغير، كاس اللي كدار فيه المقهى قهوة. اعتداء شنيع تعرض لي واحد الشاب بكاس ديال اتاي، كاس اللي كدار فيه قهوة صغيرة، ضربته جد الأذن ديالو. كما لاحظتونا تم نقلو بسيارة الإسعاف وحضور الأمن في هاد اللحظات. يعني ما غنقدروش نقول لكم المشهد ديال يعني الضربة اللي في الأذن ديالو. يعني على الشابة اللي تعدات على الشاب بكأس ضربته الأذن ديالو. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. خصو هادشي ياخد يد من حديد. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من فرنس مولي عبد الله. يعني واحد الحادث تعرض لي واحد الشاب في مقهى قرب مقهى الشيشة. يعني مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء.